يستضيف المنتخب السعودي غدا نظيره الماليزي بملعب الجوهرة في إطار التصفيات المزدوجة لمونديال 2018 وكأس آسيا 2019، حيث يدخل الأخضر المباراة طامعا في الاستمرار كمتصدر للمجموعة برصيد 16 نقطة، مما يعطيه فرصة الحسم والتأهل مباشرة في حال خدمته نتيجة مباراة الإمارات وفلسطين. يحتاج المنتخب السعودي إلى 4 نقاط فقط من اللقاءين المقبلين أمام ماليزيا والإمارات للتأهل كأول المجموعة، بينما يسعى المنتخب الماليزي صاحب 4 نقاط إلى تفادي المزيد من النتائج الثقيلة التي لازمته في هذه التصفيات حرمته فرصة المنافسة على التأهل. وأظهر اللاعب الأخضر خلال اليومين الماضيين حرصهم على محو الصورة السيئة التي لازمت الجانب الانضباطي بالمعسكر، خاصة بعد أن استبعد المدرب الهولندي فان مارفيك 3 من اللاعبين لأسباب انضباطية تراوحت ما بين التأخير والخروج من المعسكر. وأبدو من خلال تصريحات لوسائل الإعلام عزمهم على تقديم مباراة تليق بمستوى الكرة السعودية، مطالبين الجماهير بدعمهم ومؤازرتهم في ملعب الجوهرة بجدة.